سمك مشوي بالتتبيله، والتتبيله شويه حراقه. فهنعمل ايه؟ عايزين علشان نعملها سمك، يعني انتوا حابين تجيبوا بولتي، حابين تجيبوا بوري، زي ما تحبوا. فعايزين سمك كامل، سمكه كامله منظفه، عايزين رده، عايزين 6 فصوص ثوم، معلقه صغيره زنجبيل مبشور، معلقه صغيره 2 معلقه صغيره كمون، 2 معلقه صغيره كزبره ناشفه، ربع كوبايه ليمون، ربع كوبايه زيت زيتون، فلفل اخضر، فلفل احمر حار، وملح وفلفل. اوكي. طيب اول حاجه هنعملها، خلينا نعمل التتبيله بتاعتنا. عايزين بقى احنا يا اما بنقطعها صغير جدا 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 على ايدينا، او بندقها في الهون، او بنحطها في الكبه بتاعتنا، زي ما تحبوا. خلينا دلوقتي ناخد، ودرجه الحراق انتوا اللي بتتحكموا فيها، يعني شوفوا انتوا عايزينه حرق قوي، حرق نص نص، زي ما تحبوا. هناخد الفلفل الاخضر اللي عندنا، هنحطه هنا، هناخد دلوقتي الزنجبيل ونحطه برضو هنا، وناخد الفلفل الحراق الاحمر، وانا عايزاه احمر مخصوص عشان خاطر يدي كده لون حلو. هناخد الثوم اللي عندنا، وعندنا كزبرة ناشفة وكمون. هنخلط بقى الحاجات الجافة دي كلها مع بعضها مع شوية ملح وفلفل. ادي الفلفل وادي الملح. هنخلط الحاجات الجافة الاول مع بعضيها، وبعدين نحط الليمون وزيت الزيتون. خلاص كفايه كده. خلاص هحط دلوقتي الليمون وزيت الزيتون، بس انا مش عايزه احطهم وارجع تاني اضربهم في الكبه، لان لو عملت كده هيتهرسوا. انا مش عايزاهم يتهرسوا، انا عايزاهم كده شويه الالوان باينه، يعني الاخضر باين والاحمر باين. لو حطيت معاهم السوائل الالوان دي هتروح وهتبقى عباره عن عصير. فهنحط دلوقتي الليمون، وهنحط زيت الزيتون، بس مش هنضرب تاني. خلاص زيت زيتون وليمون. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الخلطه بتاعتنا دي، خلينا نحطها في بولة. لازم طبعا ندوقها عشان نتأكد من الطعم. دايما دوقوا، دايما دوقوا. خلطة تجنن، لذيذة قوي. هناخد التتبيلة بتاعتنا، بس احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين اللي هنتبل بيها بحطها هنا، وبخلي شوية. ليه فصلتهم عن بعض؟ شوفوا دلوقتي انا هحط التتبيله جوه، فانا ايدي هتيجي على السمك، فمعنى كده ان انا مش هقدر اجي احط ايدي تاني هنا خالص. يعني لو كل دول مع بعض، انا هاخد واحط في السمكه، هاخد واحط في السمكه، فايدي هتيجي على السمكه، فانا هنقل كل البكتيريا هنقلها تاني على التتبيله، والتتبيله دي انا هقدمها نيه، فما ينفعش ان انا امزجها باي حاجات نيه. فعلشان كده دي كده هخليها نظيفة، لان دي هتتحط على السمك بعد ما يطلع من الفرن. اللي هحطها جوه السمكة بخليها هنا، ولما اخلص منها خلاص، يا اما يعني لازم اتخلص منها. هناخد بقى دلوقتي التتبيلة بتاعتنا دي، وهحط جوه السمكة منها كده، احط كده كويس. طبعا هي فيها ملح وفيها فلفل، فيها كل حاجة. بحط لها كده التتبيلة من جوه زي ما انتوا شايفين، وبعدين بقفل عليها عادي، وباخد السمكة بتاعتي دي وبحطها في الردة، بس خليني احط لها شوية ملح وشوية فلفل، ونحطها على السمكة بتاعتنا، شوية ملح وشوية فلفل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟
هناخد السمكه كده زي ما هي وهحطها في الرده في الرده في الرده كويس جدا كده اهو. هناخد السمكه بتاعتنا دي ونحطها في الفرن. خلاص بحطها في صينيه ومن الصينيه على الفرن. طيب هنعمل بقى دلوقتي هناخد بقى السمكه بتاعتنا هنحطها في الصينيه وندخلها الفرن على درجه حراره 220، بتقعد تقريبا من 25 دقيقه لنص ساعه، يعني لغايه ما لونها يبقى زي ما انا عايزاه. بس بتطلع من الفرن بيكون ده شكلها. تعالوا كده نشوف شكلها بيبقى عامل ازاي. ده بيكون شكل السمك بتاعنا بس يطلع من الفرن، وده اللون اللي احنا عايزينه. بس بتطلع من الفرن بناخدها بنحط عليها التتبيلة بتاعتنا دي فوق الردة بالشكل ده. طبعا التتبيلة دي بتاخد الطعم لحتة تانية خالص. يعني اي نعم احنا حاطين جوه